Drinks, music. العاصمة الفرنسية العريقة باريس، والنهاردة هنكتشف مع بعض ازاي باريس قدرت تنقذ فن السينما من ايد الامريكان اللي كانوا قربوا ان هم يقتلوها. بعد الحرب العالمية الثانية ما خلصت، الوضع الاقتصادي لجميع دول أوروبا كان منهار تماما، وخصوصا فرنسا، وما كانش فيه قوة اقتصادية في الوقت ده لسه قادرة تقف على رجلها غير أمريكا. فبتقدم فرنسا طلبات لصندوق النقد، وبتقدر تحصل على أول قرض في التاريخ بسبب إعادة الإعمار. وبيطير كمان رئيس الوزراء الفرنسي إلى واشنطن عشان يتفاوض مع السكرتير الأمريكي جيمس بيرنز على خصم 2 مليار دولار من ديون فرنسا الحربية لدى أمريكا، نظرا لدفاعها عن فرنسا ضد هتلر. ما هو مفيش حاجه ببلاش، ولان مفيش حاجه ببلاش امريكا اقتنعت انها تتنازل عن ال2 مليار دولار، ولكن كان المقابل شيء لا يمكن تتوقعه. The only difference between a Paris salon and a 7th Avenue showroom is the accent. And the price. Ah, good girl, good girl. Voilà, I will be the most successful buyer in Paris. المقابل كان ان فرنسا تمنع نظام الكوتا اللي بيحدد عرض الافلام الامريكية في السينمات الفرنسية، وان فرنسا كل سنة تشتري جميع افلام هوليوود وتعرضها في جميع انحاء البلاد. امريكا وقتها كانت عرفت ان السينما ممكن تبقى بديل العساكر للسيطرة على الدول، وده اللي فهمه نقاد السينما الفرنسيين اللي عرضوا بشدة هذه الاتفاقية بعد ما غزت هوليوود شاشات العرض الفرنسية. شوية عيال من بتوع مراجعات الأفلام هاجموا السينما الأمريكية وكرسوا حياتهم لمحاربة سيطرة الثقافة الأمريكية على الفرنسيين، ولأن ساعتها ما كانش فيه يوتيوب، فأسس أندري بازان مجلة كايدو سينما كراست السينما، وكان من أهم الكتاب اللي فيها فرانسوا تروفو، جاك ريفيت، وجان لوك جودار، واللي قرروا إن هم يتحولوا من النقد السينمائي إلى الإخراج السينمائي، ويأسسوا ما يعرف بالموجة الفرنسية الجديدة للسينما. وصدقني لو بتحب السينما بجد، فانت حقيقي مدين جدا للناس دي انهم خدوا الخطوة دي، لان لولا الخطوة دي في رأيي الشخصي السينما كانت هتموت بالبطيء، زيها زي الموسيقى الكلاسيكية والمسرح والفن التشكيلي للأسف. Comment vous savez que je suis là? Je vous ai suivi. Je passais avec ma 404. Je vous ai vu. Je vous ai vu entrer. السينما مكلفة، محتاجة استوديوهات ومكان وإضاءات غالية جدا وفنيين وممثلين نجوم عشان يقدروا يشدوا الناس لفيلمك، مصاريف كتير جدا لازم عشان تعمل فيلم حلو يكون شيء متكلف ويكون معاك رأس مال. وهي دي الفكرة اللي دمرتها الموجة الفرنسية الجديدة. المخرجين الفرنسيين خرجوا للشارع، صوروا في الطرق. C'est la position idéale du spectateur de cinéma. والطرقات، صوروا في المطاعم والكافيهات بدل الديكورات والاستديوهات، صوروا وسط الحقول وسط الجبال، استغنوا عن كاميرات السينما الاحترافية الغالية، وأكبروا مع الوقت شركات الكاميرات إنها تصنع كاميرات فيديو أصغر، لأنهم عرفوا العالم إنك مش لازم يكون معاك فلوس عشان تحكي قصة. وأعلن جان لوك جودار في فيلمه بريدلس الثورة على السينما الأمريكية على لسان أحد شخصياته. J'aime beaucoup la France. Si vous n'aimez pas la mer,
pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. صعب قوي تضحك على المواطن الفرنسي، صعب قوي يشوف مواطن غيره بيتظلم وتخليه يودي وشه الناحية التانية ويقول ماليش دعوة. رغم ان الدولة الفرنسية على مر العصور دولة عنصرية واستعمارية، الا ان المجتمع الفرنسي متنوع بطريقة مش طبيعية ومتضامن مع بعضه في مواجهة الفساد الحكومي والفقر بطريقة ايضا غير طبيعية. واختزال فرنسا في رئيس جمهوريتها ايا كان مين هو، ضرب من ضروب العته الناتج من جهلك وعبطك. انا عارف ان في بلادنا تقدر تسب الدين بعلو صوتك في الشارع عادي، لكن ما تقدرش تنتقد رئيس الجمهورية عشان الحيطان ليها ودان واحنا ماشيين جنب الحيط. لكن الفرنسيين مش بيعتبروا الرئيس اله غير قابل للمعارضة او النقد. موظف دولة بيتغير كل 4 أو 8 سنين، ويا ويله لو ما نفذش وعوده الانتخابية. مش بيكسب ب 99%. فرنسا مش هي القيادة السياسية. ان شهر يعدي على باريس بدون مواجهات مع الشرطة الفرنسية ده يعتبر انجاز حكومي، لانك ما تقدرش تمنع الفرنسيين من معاقبة السلطة على احوالهم الاقتصادية ايا كانت المناسبة، حتى اثناء فوز فرنسا بكاس العالم. فما بالك لو فرنسا خسرت كاس العالم. SDF, chômeurs oubliés, immigrés, paysans sans papier, ils ont voulu nous diviser. Faut dire qu'ils y sont arrivés, tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien! On lâche rien! On lâche rien! Parler d'égalité, et comme des cons les a crus, démocratie plus moins marée. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con, mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, y'a qu'une seule règle en somme: se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont les menteurs. On lâche rien. جرب تعلي سعر تذكرة القطر، أو تفكر تهوب نحو ميزانية التعليم أو الصحة. جرب تقتل مواطن أو مهاجر من أصول كردية أو أفريقية أو عربية أو صينية، وهتلاقي جميع الجاليات نزلالك في الشارع بتهتف بسقوطك. الفرنسيين مش ملايكة، زيهم زي أي شعب طبيعي، في الحلو وفي الوحش. في كتير عنصريين ويستاهلوا ضرب الجزمة، وفي العامل والطالب اللي مش قادر يدفع مصاريف جامعته، وسواق الأتوبيس وعامل النظافة، وكتير من المهاجرين الفقراء والمشردين. مستحيل تعدي تحت كوبري في باريس من غير ما ريحة البول تقلب لك بطنك، ولكن رغم كل ده لسه في كتير بيطلعوا في الشوارع مع كل ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، وده شيء مستحيل انك تشوفه حاليا في دولة عربية. او pardon, نسيت انك يا بادير ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure. التنوع والغليان اللي حاصل في المجتمع الفرنسي ده ما انطفاش من ايام الثورة الفرنسية، وده اللي حصل سنة 68 تاني لما التاريخ عاد نفسه وصارت الجموع الفرنسية على الجنرال شارل دي جول. شارل دي جول اللي روى نهر السين بدماء المهاجرين الجزائريين، لكن مع توحيد الصف ما شفعلوش عند الفرنسيين انه كان قائد المقاومة الفرنسية امام هتلر، ما شفعلوش انه الاب الروحي للجمهورية الخامسة الفرنسية، وصار عليه الطلاب والعمال الفرنسيين لانهم كانوا شايفينه انه ديكتاتور او ديكتاتير ومستأثر بالسياسه والحكم، وحان موعد اسقاطه. العمال والطلاب اللي ثاروا على ديجول كان في طلعتهم فناني ومخرجي سينما، هم اللي اسسوا الموجه الفرنسيه الجديده اللي واجهت شارل ديجول، واعتبرت من حرب فيتنام تذكره وذكرى للاحتلال الفرنسي للجزائر.
مخرج الموجة الفرنسية الجديدة اللي من خلال أفلامهم اللي كانت خليط بين الدراما والوثائقية قدروا يواجهوا الإمبريالية الأمريكية، وعلى رأسهم المخرج جان لوك جودار اللي واحد من أهم أفلامه كان فيلم وثائقي اسمه حتى النصر، واللي للأسف مكملش بسبب مرضه. ولما توفى ما كانش فيه أحقر من شماتة الصحف الإسرائيلية في موته، لأن جودار من الخمسينيات وحتى 2022 ما كانش بيشغل باله سياسيا قد إيجاد حلول ودعم للثورة الفلسطينية من خلال كاميرته، وده شيء صعب جدا تلاقيه دلوقتي من أي مخرج عربي. ولآخر الأبطال فاروقي ثقافة الاختزال والتنميط اللي اتمارست عليك لسنين بقت للأسف أحد طباعك، واللي طول ما بتمارسها عمرك ما هتقدر تشوف الصورة كاملة. Well, who the hell else are you talking to? You talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? I'm not really a big fan of Jean-Luc Godard anymore. I think, I'm not trying to be disrespectful, I just think I've outgrown him. Godard was so influential to me at the beginning of my aesthetic as a director, of like wanting to be a director. His kind of like lack of complete any type of film style, just wanting to make movies for love of it. Godard is the one who taught me the fun and the freedom and the joy of breaking rules. قبل الموجة الفرنسية الجديدة كانت أفلام هوليوود لو عايزة تحكي لك قصة مشهد لواحدة بتسيب بيتها وكل اللي وراها عشان تركب العربية مع حبيبها وتدخل في حضنه، كان لازم الأول البنت دي تطلع من البيت ويحصل الآتي. سؤال، إجابة. سؤال تاني. سؤال تالت. إجابة. قرار. سؤال. إجابة. طلب. طلب تاني. يشغل العربية. ديزولف ترانزيشن عشان المشاهد ما يحسش بالقطع بين المشهدين. مشوا في الطريق ودخلت في حضنه. أما بقى لو مخرج ومونتير فرنسيين قاعدين مع بعض بيحكوا نفس القصة فكانوا هيعملوها كده. الجامب كاتس هو ده الاختراع الجديد اللي دخلته الموجة الفرنسية الجديدة على السينما عموما. في المشهد الأصلي بنشوف البنت الأمريكية قد إيه غنية ومدلعة وبرجوازية. أسئلتها كتير ومتطلبة وتحس إنها بتشحت الاهتمام. ولازم الراجل وقتها يلبسها الجاكيت بتاعه لأن وقتها المجتمع كان ذكوري. أما في باريس الستينيات الست حاجة تانية خالص. الست في السينما الفرنسية حرة مندفعة، مش بتسأل رايح فين، أنا جاية معاك وخلاص. وممكن هي اللي تسوق. المجتمع نفسه كله كان ثائر وبيحاول ينتزع حريته. قابلته، ركبه، وصلت. مش زي المجتمع الامريكي في الاربعينيات المحافظ اللي المونتاج بتاعه شبهه، بيتبع قانون سينمائي اسمه قانون الاستمرارية. ما ينفعش العربية تتحرك من غير ما تشتغل، ما ينفعش البنت تركب من غير ما تطلع من البيت. لكن بالمثال التاني اللي عملناه بايدينا كمثال على المونتاج الفرنسي، المونتاج حسسك انها فعلا بنت بتصور على البرجوازية وبتهرب مع حبيبها ومستعدة تروح معاه بدون تفكير لاي مكان حرفيا. No. You're going to leave me behind with those idiots. Where are you going? Nowhere, just for a drive. ولما وصلت موجة التحرر دي لأمريكا في السبعينيات وحتى الآن بدأنا نشوف أثر الموجة الفرنسية على السينما الأمريكية، المونتاج الثائر على القواعد والقوانين. وبدأنا نشوف الست الأمريكية الجديدة اللي رجلها حافية وهي صاحبة القرار. جامب كات مفاجأة على المزيكا اللي بتقف. Let's go. وهي اللي بتكرر وبيوصلوا على طول. Fuck is this place? دي صورة الثورة الفرنسية. دانتي أليجري الكوميديا الإلهية.
لما بتكون فقير وجاهل المحتل سهل جدا يفرض ثقافته عليك، لكن لما يكون عندك فن وتاريخ وحضارة وثقافة صعب جدا انه يسيطر عليك. ممكن يأثر فيك، يشككك في نفسك، لكن ما يقدرش يقضي عليك، هتفضل تقاوم، هتفضل تعبر. المخرجين الفرنسيين عملوا ريمونتادا تاريخية على السينما الأمريكية، ومش بس خرجوها من بلادهم لكنهم لحقوها وأثروا فيها في ملعبهم داخل هوليوود. بالجامب كاتس قدرنا نعبر عن الخلل النفسي بصورة أفضل لما تأثر مارتن سكورسيز بالمشهد ده من فيلم بريدلس اللي بنشوف فيه عملية قتل عن طريق مختل نفسيا تجاوز السرعة. جامب كاتس دايما حاضرة، بيقتل الشرطي من غير كلمة، من غير ما حتى نشوف وش الشرطي، وبمجرد الجامب كاتس عرفنا قد ايه الشخصية دي خطيرة، الشخصية اللي كانت بتقف تشوف انعكاسها على النجم السينمائي الامريكي هامفري بوغرت وبتحاول تقلدها. وبعد كده بيورينا المخرج انعكاس الثقافة الامريكية على المجتمع عموما بدون ولا كلمة. وفكرة الانعكاسات عمرنا ما كنا هنعرفها بدون ما المخرجين الفرنسيين يستخدموا المراية لأول مرة كأسلوب لحكي القصة. ده غير الفلويد كاميراز والفريز فريمز وحتى الساوند اديتنج او تصميم الصوت. لو المشهد بيتصور في المطار هتسمع صوت الممثلين بالعافيه. كل شيء واقعي وحي، وده اللي برضه عمله مارتن سكورسيزي في المشهد ده. وبجملة الواقعية بقى هنجيب ممثلين غير محترفين وهتخليك مش قادر تعرف تفرق مين الممثل ومين الكمبارس وخلاص، عكس هوليوود اللي كان بيبقى باين قوي ان الناس اللي ماشية في الشارع مش طبيعيين. اما دلوقتي وبفضل الموجة الفرنسية الجديدة ادي يا عم الممثل النجم بتاعك. هنصور، هنحطم كل القوانين، هنكسر اي جدار بما فيهم الجدار الرابع اللي تعلمنا تكسيره من مخرجي الموجة الفرنسية الجديدة. تفضلوا طلبوا اللي انت عايزين، انا تحت امره. الموجة الفرنسية قدمت لنا ما يعرف بالأوتير ثيوري، وهي نظرية بتقول ان الفيلم رواية بيألفها مخرج الفيلم، هو اللي بيكون المسؤول الاول والاخير عنها. لازم يكون له بصمة في الفيلم، لازم الكاميرا تبقى هي القلم اللي بيكتب به الفيلم، لازم تعرف ستايل المخرج من خلال كاميرته مش من التتر، كأنك بتقرأ خطه وهو بيكتب الفيلم. وده اللي بنشوفه في افلام مخرجين كبار زي تارانتينو، سكورسيز، ويز اندرسون، ديفيد لينش، أليخاندرو إيناريتو، يوسف شاهين، عاطف الطيب، كوين براذرز، داود عبد السيد، أسامة فوزي، وغيرهم كتير من ابناء المدرسة دي اللي رغم توقف أفلامهم على النجوم كبار ورغم أن شركات إنتاج كبيرة وضخمة بتنتج لهم، إلا أن في الآخر الفيلم بيكون باسمه وبصمة المخرج تقدر تتعرف عليه من حركة كاميرته. فكرة أن الكاميرا بقت الألم اللي المخرج بيكتب بيه خلت الكاميرا تورينا أكتر ما تقول لنا، بقينا ممكن نسيب الشخصية ونعبر بفنجان قهوة عن توانها أو بفوار عن غضبها، ممكن نقطع على لوحة متعلقة على الحيطة بتحكي لنا قصة معينة أو على كتاب بيدينا فكرة معينة. شخصياتك دايما وحيدة ومحبوسة وعايشة في رحلة بحث دائم عن المعنى لحياتها، خد الكلوز شوتس بعدسات واسعة عشان تحسسنا قد ايه هم صغيرين ووحيدين، مشيهم دايما افقيا واستخدم الكاميرا بان، حركة الكاميرا اللي اتعمل بيها مشاهد عظيمة، خلي الممثل يطلع من الكادر والكاميرا تعمل بان يعني تتحرك يمين او شمال وبعدين نرجع نقابله تاني. عايز تحكيلنا قد ايه ترافيس بيكل وحيد، هاته من يمين الكادر وابعد الكاميرا عنه، خلينا بالكاميرا بان نحس قد ايه هو وحيد وصغير على العالم ده ونرجع نقابله تاني. وكررها تاني لما تكون عايز تأكد لنا قد ايه هو وحيد وصغير على العالم ده. سواء كنت بتحب ومش طايل،
فانت وحيد. سواء كنت محبوسة في قصر حد بيحبك فانت برضو وحيدة. سواء كنت مهاجر غريب عن وطنك فانت وحيد. سواء كنت مواطن ملكش تمن ولا دية في وطنك فانت وحيد. انا طول عمري بسمع كلام الحكومة، الحكومة دي واللي قبليها واللي قبليها، والحكومة جاية كمان هسمع كلامها. اصل افرض ما سمعتش كلام الحكومة هيحصل ايه؟ ولا حاجة، حشم البحر. سواء كنت فقير فانت وحيد. طب ساكو النبي اجيب لقمة اكمل بيها اللفة، والله العظيم جعان. سواء كنت مش حاسس بحريتك وحاسس انك محبوس ونفسك تهرب فانت بالتأكيد وحيد. حريتي دي من حقي وانت ما رجحتليش غير حقي وبس. بطل شعارات، الحق فرصة تسافر مع حسونة. انا ملياش اني الحق حاجة، ان امشي معهم ده قرار صممت عليه وحنفذه وما فيهوش ولا سؤال ولا تردد. وتعلمها انت كمان، لا عاوز يجيب باسبور احسن له يجيبه من بق السبع. وفي كل احوال بحثك عن المعنى وعن الحرية قدرت الموجة الفرنسية الجديدة انها تعبر عنك ببلاغة ولغة سينمائية ثورية بأقل التكاليف وبأبسط الإمكانيات. تفتح وعي مع التجربة الناصرية، آمنت بها ودافعت عنها، فرحت بانتصاراتها وتجرعت مرارة هزائمها وانكساراتها. هنت عندما هان كل شيء وسقط كما سقط الجميع في بئر سحيق من اللامبالاة والإحساس بالعجز وقلة الحيلة. كل اللي احتاجوه مساحة للتعبير عن الرأي، مساحة ان حد يسمعهم، وحتى ده هم اللي انتزعوه، محدش من عليه بيهم لما احتلوا مهرجان كان سنة 68. des nouvelles heure par heure on annonce que des usines sont occupées, que telle et telle ferme, que la que le train ne marche plus, maintenant ça va être les métros et les bus. Alors si on annonce toutes les heures et le festival de Cannes continue, eh bien c'est franchement ridicule. Les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez travelis les gros plans. سافر هاجر، لكن المشكلة انك هتلاقي نفسك دخلت في سجن اكبر، لانك مش قادر تعبر، مش قادر تتواصل، لكن على الاقل بتقدر تصرخ، ويمكن لما تصرخ تلاقي حد جنبك بدل ما انت متساب وحيد وكله بيودي وشه الناحية التانية. parlerai de ces âmes-là qui ont peu de foi leur cœur s'embraser. Je t'ai raconté l'histoire de ces rameaux de n'avoir pas pu te raconter. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent ériger une fête, un ciel volcan qu'on croyait trop pur. Il est paraît-il de terre brûlée, non plus de bleu qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne se poussent-ils pas? Ne me quitte pas. 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 Je vais plus pleurer, je vais plus parler. Je me cache là à te regarder, danser et sourire, à t'écouter. J'entendrai pleurer. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chant. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas.